أهلا بكم وبحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من قناة بلدنا الأصيل. يسعدني اليوم أن ألتقي بالشاب الفنان نجوان الحنين سابقا نجوان طلال. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكل الجمهور. ببداية أحب أرحب بكم جميعا وبيك أستاذ فؤاد وبجمهورك، وألف مبروك على القناة الحلوة. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب توصل الرسالة تريد توصلها للعالم. نعم. نجوان، حتى السادة المشاهدين أنه يعرفون أنه ليش غيرت من حنين، الحنين اسم الفني طبعا أكيد، إلى طلال هو اسم اللاست اسم الوالد. اسم الوالد. ليش خليت السبب؟ كان اسم اللقب الحنين هو لقب مو أنا اختاريته، يعني لقب الناس لقبتني به، ف شفته انه مو مناسب الي او هوايه اكو لقب الحنين، واكيد الوالد لازم يكون اسمه موجود، يعني طبعا اكيد احتراما للوالد 100%. فاني استغليت الفرصه والوقت الصحيح، وكان ببالي من بدايه انه غيره ارجع يعني نجوان طلال، صح، فاختارت الوقت المناسب انه بهذا الوقت انه الناس. ليش خوش وقت اكيد. حبيبي نجوان، اذا حتى نودع كلمه حنين نريد اغنيه لحنين الوطن. حنين الوطن أكيد. محتاج أطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا اذان الفجر، شقد حلوه بغدادي. محتاج نطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا اجراس الكنايس، شقد حلوه بغدادي. مشتاق للماي العذب، عطشان تعبني الدار، مشتاق للماء العذب، عطشان تعبني الدار، والقلب في القلب ظل باسمك ينادي. شكرا. عاش صوتك حبيبي نجوان. نجوان في سانتياغو احيت حفلات نسائيه، صح، وحبوك النسوان. هي. شنو السر؟ شنو الخط؟ أكيد الجنس اللطيف اللي هو الجنس النسائي. نعم. أهم شيء الثقة، أو الـ المرأة أو البنت تكون عندها ثقة بالرجل اللي أولاً بالنظرة أو الكلام أو الأسلوب. طريقة الكلام والإحساس أيضا. والإحساس كشخصيا نحكي وبعدين نحكي كفنيا. كشخصيا أنا ويا النساء ويا البنات كلش حذر، كلش دقيق وياهم، يعني ما أطول بالكلام وياهم، يعني نظرتي نظرة لهم نظرة أخوية لا أكثر ولا أقل. فيمكن الثقة اللي بيناتنا صارت فعلا خلتني، يعني الصوت كان له دور هم. والكفنيا انا كنت اختار الاغاني اللي يحبوها النساء. اي نعم. يعني سر الاختيار الاغنيه للنسوان او للبنات كان دقيق. نعم. يعني وبالاحرى تقرا وجوه النساء. أكيد. اللي يحبون، صح، يا اغنيه تقراها تقرا وجوههم فتحس انه بهاي الاغنيه راح يتمتعون او يقدرون. صح. زين، شو غنيت اكثر شيء وحبوا النساء؟ غنيت هذا الحلو كاتني يا عمي. يلا غنيها. نعم. ها
هذا الحلو كاتلني عم فدوة ايش قد احبه ورد اكلم هذا الحلو كاتلني عم فدوة ايش قد احبه ورد اكلم انتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي انتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي وروحي كلها يمه يا عمه يا عمه هذا الحلو كاتلني يا عم فدوة ايش قد احبه وردك هذا الحلو كاتلني يا عم فدوة ايش قد احبه وردك كلمه انتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي انتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي وروحي كلها يمه يا عمه يا عمه هاي الأغنية كلش قريبة على قلوب البنات نعم. يعني يحبوها إذا أخذنا العصب من الوسط وأخذنا الأغنية من الوسط تقدر تبديها أنت؟ من الوسط مثل يا أغنية نعم. مثل إذا أردنا نقول أغنية هذا مو إذا أردنا نقول خليني نبديها أول مرة أنا أبديها وبعدين أنت كملها والثانية راح أنا أخذ لك إياها من الوسط هذه إذا أردنا نقول هذا مو إنصاف منك غيبتك هل قد تطول والناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شرد أقول شو أقول يلا منك يا من الوسط يعني لا أبديها من البداية خالص راح أحضر لك من الوسط هذا مو انصاف منك غيبتك هل قد تطول الناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول الناس لو تسألني عنك شرد أجاوب شقول زين نطلع شوية من العراقي أكيد راح أنا أعطيك الوسط أنت كمل بداية يلا أنت تقول وتمشي ونسر ما نمشي يلي ما بتسهر شي ليلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتسهرشي ليلة يا حبيبي انت سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيبي طبعا المفروض انت تقول عيون تبدي بعيون القلب نبديها بعيون لا يعني تعرف ليش يعني انطيتك الوسط نرجع لها فنبديها بعيون انت خدعتني انت قلت لي حنطيك البدايه اي مو لازم اعطيك الوسط لازم شويه احجك يلا خلينا نقول عيون القلب عيون القلب سهرانه ما بتنام شي وانا صحية يبات الليل يبات سهرة على رمشي وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم هو عيون تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي
زي إذا قلنا في المقطع الثاني هاي تالي يا صفات هيجي وبسرعة مشيتي، شنو بدايتها؟ هي بدايتها هاي تالي يا صفات هاي تاليها صفات هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبالكذب بالكذب ما تعذريت، لا 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 خفتي الله لا حسبت حساب حابت دمعي وقليبي وخطيتي، لا خفتي الله لا حسبت حساب حابت دمعي وقليبي وخطيت، مشكورة تردين الصديق ما قصرت، مشكورة تردين الصديق ما قصرت. بدايتها لو بدايت يعني كنت ناوي أن أغلطك شوية. لا شلون أغلط؟ قدر شوف بالله تبدي مشكورة رأساً. لا المهم إحنا هسا طبعاً أكيد أبدعتنا بهذا الصوت الحلو والأداء الحلو، فإذا ردنا نقدم أغنية خاصة للسادة المشاهدين شو تقدم؟ أقدم لهم طبعاً أكو موال جداً يحبوه خاصة المخطوبين والزوجين جديد أو اللي ناوي يتزوج. سواني سويت مزجت بعض الأغاني خصيص للمتزوجين طبعا. كرد الصوت وشيل الحواجز كلها، خلينا حبك واخطبك بعدين الله يحلها، بس وافقي وشيل الحواجز كلها، خلينا حبك واخطبك بعدين الله يحلك. قاعد لك بغرفة عرس بالبيت بول طاب وناذر نذر اسجد شكر بس كون ابوكي وافق، والخاطرك يا بنية كل شي تحمل، امي تدعي لزوجك بس كون امك تقبل، حبيني لو حبيني الله اختاري، حبيني لو حبيني يلا اختاري، قافل عليك اتزوجك اتزوجك اجباري، قافل على حبك صيدي قافل، اعشق انك اعشق جاي واريدك بس لي وحده، تبقى بالقلب وحده روح وما احب بقدك وريدك بس لي، خلي يسمعوني يلي خلي يسمعوني انت حبي الاولي ما يبعدوني، خلي يسمعوني يلي خلي يسمعوني انت حبي الاولي وما يبعدوني، يا ليلى ويا لو 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 يا ليلى ويا لو.
اسألي قلب الوفي اسألي عيوني شمعتي ما تنطفي شنو يلوموني اسألي قلب الوفي اسألي عيوني شمعتي ما تنطفي شنو يلوموني يا ليلى ويا لو يا ليلى ويا لو يا ليلى ويا لو يا ليلى ويا لو المهم ان شاء الله تحقق كل الامنيات اللي غنيتها ان شاء الله الكل ما متزوجين يتزوجون واكيد عندي مفاجات حلوه اللي يريدون يتزوجون ان شاء الله بس الله يفتحها ويفرج علينا ان شاء الله ان شاء الله ما نقصر وياهم ان شاء الله ويتزوجون نفرح بهم اذا نجوان نبدا نشوف بنيه نشوف واحد حلو وتريد تغني له شو تقول له هي تغني للولد يعني لو الولد يغني بنيه كيفك شلون ما تحب انت المهم حلو حلو يلا كردي صوت ضمن اريد بحضنك انضم واستريح عشت عالي ورديت بحضانك اطيب يا غلاتك على القلوب وانت بعيد لو موت بغيت اسمك ما صيح لو موت بغير باسمك ما صيح هاي الولد الابني عطرك هوايا صوتك دوايا عشقي وحناني ما له نهاية ضمني ضمني محتاجك حي نجمة جيتك وانت اللي شايلني من الدنيا شيء اكبر حبيبي ضمني ضمني محتاجك حي نجمة جيتك وانت اللي شايلني من الدنيا شيء اكبر حبيبي زين اذا ردنا من عندك اغنية هي اساسا يمكن البصرة مصر. هي اشتهرت برنامج The Voice وغنتها طفلة حلو 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 هواية حلو ايش قد حلو والله ايش قد حلو والله يا في نهاية هذا اللقاء نشكر الفنان الحلو الله يخليك والمبدع الشاب
نجوان طلال، نشكرك على هذا اللقاء الجميل الذي أطربتنا به بصراحة، وقضينا وقت سعيد بأغانيك وصوتك العذب. شكرا لك. وألحان الشجية التي كانت ضمن التراث العراقي اللي غنيت حضرتك. وأحب أيضا أشكر العازف أيفن كوزا أكيد. المبدع، الشاب المبدع. نهاية هذا اللقاء، نشكركم أعزائنا المشاهدين، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.